برينتون استون فيلا الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليغ الجوله 27 وين شاهدنا استون فيلا وين يعني كان واقعي في الاهداف رغم ان برينتون اللي ضيع الكثير من الاهداف وكان صعب اكبر صانع فرص يعني في هذه المباراه لكن استون فيلا عرف كيفاش الشوط الاول يخرج فائز يعني في الدقيقه 17 من ماتي كاش الذي سجل الهدف في الدقيقة 17 أولي في الدقيقة 68 لكن برينتون ضغط بدون أهداف يعني مش أنا وين 62% نسبة استحواذ برينتون استون فيلا 38 شأنه كيفاش وين ستيفان جيرارد المدرب تاع استون فيلا اللي دخل بخطة 4-5-1 شأن كيفاش وين برينتون اللي دخل بخطة 3-5-2 يعني 442 تمريرة بالنسبة لبرينتون استون فيلا 222 تمريرة لكن الفوز يعاد لاستون فيلا يعني وين بيرات في الحراسة مارك شأن لويس شأن جوليا طارق شأن يافيش شأن كيفاش جو كومب إكساس يعني ليناردو مومبي لكن شأن داني اللي دخل في الشوط الثاني لكن بدون جدوى شأن وين استون فيلا مارتينيز اللي لعب دور كبير في الحراسة شأن ماتي كاش المسجل الهدف الأول شأن كيفاش تيرون شأن أزري لوكاس شأن دوغلاس يعني وين جون كوب جون يعني فيليب داني أولي المسجل الهدف الثاني شأن أشلي اللي دخل في وسط الميدان شأن كيفاش مارجين شأن كيفاش وين كانت المباراة مباراة لإستون فيلا عرف كيفاش يسير المباراة يعني عرف كيفاش يسير المباراة هذه هي الجولة 27 برينتون إستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ.